قناة السنابل. نعم هي اعتقادي بأن الطفل السوداني بالتحديد يحتاج إلى قناة ينتمي إليها، يرى فيها نفسه ويكون متفاعل معها. وأنا بحكم مهنتي كمخرج تلفزيوني ورسام وأنيميتر يعني، ولدي القدرة على إنتاج قنوات فضائية يعني، وجدت أنه ده دوري الآن يعني، أنه لازم أعمل قناة بتاعت أطفال. ما داري أقول لك الكلام المكرور حتى لا نضع أطفالنا ما أعرف مستلبين وكذا، الكلام ده ما بعلو بالزاوية دي. نعم بعلو لأنه إحنا السودان ده فوق قيم تربوية جميلة جدا جدا، وإحنا محتاجين يكون عندنا كياننا الثقافي بالنسبة لطفلنا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، في رسالة موجهة للأطفال العايشين برا السودان، ودي كميتهم كبيرة جدا كبيرة جدا. نعم. لازم أربطهم بالسودان يعني، لازم أربطهم بتراثنا الفوق، قصص جميلة جدا جدا وقيم عالية. وفي نفس الوقت بعاين لأطفالنا الآن وأخشى عليهم من المستقبل، إنه إحنا يعني السودان ده دائما الناس قايمين على القيم تحت الشجاعة والكرم والصدق والأشياء دي. نعم. الآن مع التزاحم بتاع الدنيا بكل الزخم الإعلامي الحاصل ده، بدينا نفقد جزء من الحاجات دي. فقلنا ليه ما نقوم نحاول نعيد تدوير هذه القيم والممارسات الجميلة، لكن بإطار حديث جدا جدا مواكب للتقنيات الموجودة، عشان نطلع قناة فضائية لأطفالنا السودانيين يكونوا منجذبين لها ومنتمين لها يعني. متأكد احنا بنتمنى لكم التوفيق أستاذ معتصم، والكثير يمكن عن هذه القناة التخصصية في مجال يمكن وعطاء قد يكون صعب يعني. أنا احترمت جدا